بسم الله الرحمن الرحيم. في محاضرة اليوم إن شاء الله حنحكي عن أفكار أخرى في موضوع الصوت، وحنطبق عمل على برنامج الأوديشن. الآن بخصوص الأفكار اللي بدنا نشوفها، بدنا نتعرف على مفاهيم مختلفة في تحرير الصوت. تمام، تحرير يعني بدنا نعدل عليه، لكن التعديل هذا مش حيكون في أصل الصوت، يعني مش معالجة، هذه تحرير حتكون. فنتعلم مثلا كيف نقتص جزء من الصوت، نصير ناخد أجزاء من أصوات وندمجها مع أجزاء أخرى، كيف يصير ياخد جزء من الصوت الأول وجزء من الصوت الثاني، بعدين يرجع لجزء من الأول، نرفع موجة من الصوت الأول نخفض موجة من الصوت الثاني، زي ما بصير في محطات الإذاعات مثلا، لما بدنا نشغل مثلا صوت معين مع خلفية موسيقية، فلما يبدأ المذيع يحكي في الحالة هذه بتلاقي صوت الخلفية الموسيقية بينزل. فهذه التحكم في المستويات وأجزاء الصوت ممكن نعملها اليوم إن شاء الله بنشوفها، وتجميع مقاطع صوتية حنعملها والتحكم في المستويات، وفي النهاية بدنا نتعلم كيف نصدر الملف الصوتي. طبعا العمليات هذه أسهل ما يكون إنها تنعمل في شغلة اسمها سيشن على برنامج الأوديشن. الملف السيشن زي البروجكت، يعني هنا في عنا أوديو فايل، هذا اللي اشتغلنا عليه المرة اللي فاتت. الآن في شغلة اسمها مالتي تراك سيشن. الآن الأوديو فايل هو مجرد موجة صوتية كاملة، تمام، سواء أنا مسجلها أو ملف صوتي، يعني مثلا هذا الملف الصوتي، هاي مثلا هذا الملف بدي أروح ساحبه وحطه على برنامج الأوديشن، هاي فتح الملف، فهذه مثلا الأغنية كاملة، هاي الموجة الصوتية بتاعتها، لكن أنا ما بقدر أشتغل إلا على قدر هذا التراك، تراك واحد ما في غيره، يعني مسار واحد، هاي بشغلة، تمام. فالتراك هذا لو بدي أبدأ أدمجه مع تراكس أخرى، مسارات أخرى صوتية، فحنضطر نفتح اللي هو المالتي تراك سيشن. هاي نفتحها. طبعا بدنا نحدد لها مكان للتخزين، خليني احدد نفس المكان هذا، هاي مثلا كنترول سي، واعمل تحديد لنفس المكان عشان يخزن في نفس الفولدر. وهي مثلا بسمي السيشن اي اسم، هاي سيشن 1 مثلا. وهذه اللي هي الاعدادات، نفس الاعدادات اللي حكينا عنها المره اللي فاتت لملف الصوت، شغلة إلها علاقة بالتردد، وشغلة إلها علاقة بالوحدات التخزينية لكل سامبل. واستيريو إذا كنت أنا بدي أشتغل على قناتين صوتيات، أو مونو على قناة أحادية واحدة، يعني سماعة واحدة، استيريو بكون سماعتين. هل إذا أنا بكون جاهز؟ طبعا هذا بيكون معتمد على الأوتبوت، يعني أنا إيش بدي الأوتبوت يطلع، فبحط الإعدادات اللي بدي إياها. وبجميع الأحوال ممكن أغير لاحقا، يعني ممكن يصير عندي امكانيه للتغيير حتى عند التصدير لملف صوتي، ممكن اغير. هاي اوكي. عليك لما انشات السيشن، هذه هي التراكس اللي احنا شايفينها، هاي تراك 1، هاي تراك 2، هاي تراك 3. ممكن انا اعطيهم اسماء، يعني ممكن ها مثلا اكتب اصوات، تمام، هاي هذه مثلا اصوات المغنيين، الأطفال اللي بيغنوا في الأغنية مثلا بحط أصواتهم هنا. هان مثلا بحكي الخلفيات الموسيقية، ممكن أروح أوزع التراكس هذه بالطريقة هذه. هان مثلا مؤثرات صوتية، يعني مثلا شغلة بتخبط بتطلع صوت، وهكذا مؤثرات صوتية، ممكن نوزع الشغل بالطريقة هذه. الآن ببدأ أسحب التراكس، أنا بس كله على سبيل المثال، هذه الأسماء، هذه مجرد مسميات. الآن كيف بدي أشتغل؟ بصير أسحب على التراك اللي هي الملفات الموسيقية نفسها، يعني أنا بكون مجمع كل الميديا اللي بدي أبدأ، الميديا الصوتية اللي بدي أبدأ أشتغل عليها. هاي مثلا الأغنية الأولى بسحبها وبحطها في المكان هذا مثلا، أو في المكان هذا، في أي مكان، هيني سحبتها وحطيتها.
هلا هان لما سحبتها بقول انه السامبل ريت لهاي الاغنية مش متوافق مع السامبل ريت للسيشن تاعي. يعني السامبل ريت انا حطيته 48000 هرتز، ممكن هذا يكون اقل او اكثر. هو ايش بده يعمل؟ ايوه ميك ذا كوبي اوف فايل ويل ذن بي كونفورم تو ذا تو ماتش ذا سامبل ريت اوف سيشن. يعني الملف هذا قبل ما ينزله على السيشن تاعتنا بده يغيره ويخلي السامبل ريت بتاعته زي الملف بتاعنا. فبنحكي له اوكي. هاي عمال قاعد بحول converting sample rate type أو sample type وشغالة، شايفينها شغالة بتشتغل عادي. لو بدي أعمل زوم فيها هاي الأغنية كاملة هلقيتها. هذا تراك، هات نسحب واحد تاني. هاي مثلا هذه بدي أسحبها وأحطها في تراك تاني، نفس الرسالة طلعت لأنه السامبل ريت مش نفسها. هاي أوكي، هيو بيحولوا هيو حولوا تمام. طيب هلقيت الصوتين هدول حيشتغلوا مع بعض. يعني لما شغل شايفين الصوتين شغالين مع بعض. ممكن اكتم هذا مثلا، صار اللي تحت شغال تمام. ممكن اكتم هذا، صار اللي فوق شغال. لكن لما يكونوا التنين هيك شغالين فمعنات الاصوات حتدخل مع بعض. فاحنا ممكن مثلا في لحظة من اللحظات ايش نعمل؟ ممكن مثلا في بعض الامثله يكون الصوت هذا بده يظهر بالاول وبعدين هذا بده يجي وراه، وممكن يكون في تداخل بينهم. شايفين لما ادخلهم مع بعض ايش بيعمل؟ بزيد الثاني تدريجيا وبقلل صوت الاول تدريجيا. فهذا بنسميه الفيد اوت وهذا بنسميه الفيد ان. الفيد اوت هو الخروج التدريجي والفيد ان هو الدخول التدريجي. فهيك الصوتين بصيروا يدخلوا مع بعض تدريجيا بدون ما يكون نقل مفاجئ. النقل المفاجئ يعني طبعا هي هنا انتهت الموجة تمام. لو انا بدي اقربها اكتر، هاي زوم، هاي مثلا الجزء هذا بدي اقص اخره وبدي اروح للجزء اللي بعده واقص اوله. فعملية الانتقال لو كانت مفاجئة حيكون زي هيك. فجأة شايفين ايش صار؟ فجأة كان في اغنية ودخل على التانية. لكن لما اعمل زي هيك شفتوا كيف فرق كبير في الانتقال. طبعا هيك الانتقال احلى بيكون يعني تدريجي. فهنا فايدة اللي هي الفيد ان والفيد اوت. طبعا هذه ممكن نعملها يدوي، هي من هذه الايقونة الصغيرة انا ممكن اعملها. يعني هذا الجزء بدل ما يبدأ فجأة زي هيك، هاي مثلا من الصمت هيك صمت فجأة مثلا دخل. يعني احنا المفاجأة مش كبيرة لانه الصوت مش عالي، بس نروح على موجة عالية ونيجي وراها. فالتدريج هذا ممكن نعمله بالشكل هذا، بصير يعلى الصوت شوي شوي، عملية ارتفاع تدريجية كأنه الصوت من بعيد بيجي بقرب علينا لحد ما يوصل لمستوى 100%. طيب هذه تداخلات. في ممكن لو كانت الأصوات زي هيك ممكن احنا نبدا نتحكم في المستويات تاعت الاصوات من الداخل. فهذا شايفين الخط هذا اسمه فوليوم. هذا الخط الفوليوم ممكن انا اصير اعمل دبل كليك عليه واضيف نقاط. النقاط هذه للتحكم في مستويات الصوت في لحظات محدده. فمثلا في اللحظه هذه بده الصوت هاي مثلا لحد هان ولحد هان، او كليك واحد حتى بضيف. هلقيت هذه النقطه بدي انزل فيها زي هيك سالب، شايفين قديش سالب 15 ديسيبل. حتى هاي ايديت ممكن اعمل لها ايديت واخزنها بايدي يعني. وهاي النقطة نفس الشيء باليمين ممكن اعمل لها ايديت واخليها مثلا سالب 20 تمام. وهاي نفس الاشي يكونوا زي بعض سالب 20. هيك بينزل مستوى الصوت 20 ديسيبل عن اصله. هلقيتها في اللحظة هذه مثلا ممكن انا اكون بالمناسبة ممكن أقص أنا الجزء هذا.
في عنا الرازر هذه، هيها زي الشفرة، ممكن أمسكها زي هيك وأجي أقص هذا المقطع، وبعدين أستخدم أداة الموف وأمسكها وأحركها. هل صار المقطع هذا وين موجود؟ في الجزئية اللي فيها هذا الصوت منخفض، فبكون هان حلوة بالمعجون أفرشيها، هلا بده ينزل هيك. لقيته الصوت هذا مرتفع، هذا ممكن يكون بداله صوت مثلا مذيع، فالخلفية الموسيقية بتكون نزلت في اللحظة هذه وظلتها منخفضة لحد ما المذيع خلص كلامه وبعدين بترتفع. وهذا بصير مثلا في البرامج الوثائقية لو كان في خلفية موسيقية مثلا شغالة. طيب لقيته بالنسبة للتراكس هذه، صار في عنا مجموعة تراكس، وكل تراك بكون في مقاطع صوتية مختلفة، وهي زي ما احنا شايفين انه احنا ممكن نتحكم في المقاطع الصوتية هذه من حيث انه نقص اجزاء منها، نوزع الاجزاء تاعتها على التراكس او على نفس التراك، ونتحكم في مستويات الصوت. نفس المقاطع الصوتية هذه هي عبارة عن مقاطع اصلها في ملفات، يعني مثلا هذا المقطع هو أصله ملف أغنية هسيصان. الآن ملف السيشن هذا ما هوش ملف صوت، هاي شغلة مهمة بدنا نعرفها. ولما أخزن الملف هاي كنترول اس مثلا، وأجي هون هاي جواته المجلد هذا، هاي ملف السيشن 74 كيلو. لقيت هذا الملف مش ملف صوت، هو ملف بروجكت فقط، يعني مشروع على الأوديشن. حتى هدول لما أعمل دبل كليك على واحد منهم هاي رجع وين؟ رجع على الأصل، راح على الاصل وجايب لي المقطع. هاي برجع للستيشن، نفس الشيء هون هاي دبل كليك هيجيب لي المقطع اللي انا كنت محدده وظاهر عندي المقطع، وهي ممكن اشغله من هون. قلت لو جيت على الملف الاصلي هذا وقصيت منه، عمليه القص صارت على الاصل، السيشن حيتاثر. ليش؟ لانه السيشن هذه الملفات اللي فيه او هذه المقاطع اللي فيه هي مقاطع من الاصل، فما بصير هذا السيشن ملف صوتي الا بعد عمليه الاكسبورت. بدي اعمل اكسبورت، و هي اكسبورت مالتي تراك ميكس داون، واروح اعمل انتاير سيشن اللي هو السيشن الحالي. طبعا السلكتد كليبس اللي هي اذا كنت انا محدد كليبات معينه بدي اصدرها، زي الكليب اللي انا محدده هذا، هذا مش محدد بس هذا محدد، فأنا ممكن بدي أصدر مقطع أو جزء معين بالمعالجات اللي عملتها عليه. قلت الانتاير سيشن بشيل كل السيشن، بروح مصدر السيشن كله، وهاي كل الفورمات الخاصة بالصوت. هاي الام بي 3 بدي أصدر مثلا اللي هو الاف هذا أو الواف، ويف يعني صوت، أو الدبليو ام اي تاع الويندوز، ال 3 جي بي أو الدبليو ام اي هذه اللي بتشتغل مع الموبايل، يعني مختلف الأنواع الأصوات اللي ممكن نصدرها. طبعا الأكثر شهرة اللي هو الام بي 3. الآن في الإعدادات الخاصة بالتصدير كمان، هاي في عنا ممكن نعمل تغيير على الفورمات. هاي مثلا ممكن أخليه 192 كيلو بت بير سكند، تمام، هذه البت ريت ممكن تكون 112 وهكذا. الآن بغض النظر عن القصة هذه، احنا الآن ممكن نصدر لملف mp3. التصدير بده يكون له موقع، يعني وين بده يروح، فممكن نحدد له مثلا نفس المكان. هاي هذه كنترول سي وهي كنترول في. هنا بدي اكتب اسم الملف، يعني هاي مثلا سيشن 1 ميكس داون، او مثلا بدي اسميه ساوند فايل. خلينا هلقيتها على الاعدادات الافتراضيه اللي موجوده قدامنا من غير ما نغير عليها اشي، تمام. نروح ايش نعمل؟ نعمل اوكي. هاي اوكي، هاي عمال بيعمل تصدير لملف الصوت. نروح على هان، هاي الساوند فايل اللي احنا طلعناه، وهي حجمه 8 ميجا.
لو بدنا نشغله بدنا نشغله في احد برامج الصوت زي ال VLC مثلا او الويندوز ميديا بلاير. هاي ال VLC هيشتغل، هي مدته 6 دقائق. ليش 6 دقائق؟ لانه احنا هان لو عملنا زوم اوت بتكون اخر لحظة هان على 6 دقائق. يعني هو قديش بالضبط؟ 6 دقائق و19 ثانية. فهان انا بكون واصل لحد 6 دقائق و19 ثانية. هاي فعلا واصل لحد 19 ثانية. هاي 20، هاي 18، هو جاي بينهم. لانه اخر قطعة في الاصوات اجت عند اللحظة هذه، فعشان هيك طلع صوته زي هيك او مدته زي هيك. حتلاقوا نفس الاشي كل شيء. يعني اللحظة اللي انا دخلت الصوتين مع بعض فيها وين كانت؟ هيها، هاي اللحظة هذه كانت في عند الدقيقة تقريبا 18 ثانية. بدي اروح عند الدقيقة و20 ثانية. هاي اللحظة هيها، بدي اقف هان واشغل. دخل الصوت الثاني. فهي اللحظة هذه اللي هو دخل فيها الصوت الثاني. هي نفس اللي احنا عملناه بالضبط شغال. طبعا في عمليات تحكم في التراك نفسه، يعني نفس التراك هذا ممكن احنا نعمل عمليات تحكم في مستويات الصوت على مستوى التراك كله وفي مستويات الريد والليفت. يعني خليها هذه 0 زي ما هي. هذا لانه التراك او السيشن كله على بعضه ستيريو، فبوزع على سماعتين. فانا ممكن مثلا التراك هذا كله اخليه يروح للسماعة اليمين، فبتلاقيني ايش بعمل؟ بروح بلفه 100، بصير هيك يعني اقصى حد ار 100 او ال مثلا 100، تمام، او 0، معادل بكون يمين وشمال. طبعا هيك بكون يعني 7 لليمين اكتر شوي، يعني رايح 40% اكتر لليمين للسماعة اليمين. هذا مستوى الصوت. ممكن اخفض مستوى الصوت بتاع التراك كله، ممكن ارفع مستوى الصوت بتاع التراك كله كاملا. هذا عملية تحكم في التراك بشكل كامل. اوكي، في كمان عندنا البان هذه، هي تحكم في السماعات. يعني ممكن في لحظة من اللحظات انا مثلا اجي عند اللحظة هذه واضيف نقطة على البان، تمام، وهي نقطة وهي نقطة وهي نقطة رابعة. النقطة هذه بدي اخدها للليفت والنقطة هذه بدي اخدها للرايت، وبعدين رجع طبيعي. ايش بعمل؟ الصوت هان طبيعي يمين وشمال بكون موزع بالتساوي. في اللحظة هذه بدأ يروح لمين؟ للسماعة الشمال. تدريجيا حتلاقوا الصوت حينتقل للسماعة الشمال، بعدين تدريجيا رجع لحد ما تساوى بين الاثنين، بعدين تدريجيا راح للسماعة اليمين، هيك 100% للسماعة اليمين، بعدين تدريجيا رجع لإيش؟ لمستوى طبيعي التوزيع يمين وشمال بكون متساوي. هيك بنصير احنا نتحكم في نفس الملف او المقطع الصوتي يمين وشمال على السماعات، يمين وشمال. فهذه البان بتوزع على السماعات، بس عاد عشان تزبط معانا لازم اللابتوب يكون له سماعتين، يعني واحدة يمين واحدة شمال. هاي لحظة، هاي انا عندي، انا شخصيا انا هليت وانا قاعد على اللابتوب انا هنا سامع على الشمال، صار اجي هان على اليمين، هاي على اليمين صار عندي. فاحنا اذا اللابتوب فيه سماعتين يمين وشمال حتحسوا فيها. واذا عندكم السماعات خارجية، احنا بتكون السماعات خارجية بتكون سماعتين مشبوكين، حتلاقوا ان الصوت بيتحول من يمين للشمال في الحالة هذه. الان كمان في امكانية انه في داخل السيشن نفسه احنا لما فرجع للدكتور صورت السوسة بتبني، تمام، هاي مثلا اللحظة هذه
ريكورد ف اي اي اه اوكي اي هاي هيك انا صرت اسجل صوت لما شغلت الار هذا. فالار هذا بيعطي صلاحية ان انا اخذ من المايك ويصير يدخل على المايك على على السيشن. هيني كتمت هذا، هلقيت الكلام اللي انا بحكيه هذا قاعد هو بسجله. هذا بتصير احيانا لما بدنا نعمل مثلا تعليق صوتي مباشر مثلا، فممكن يصير واحد يحكي او من مايك ياخذ انبوت والتسجيل اللي بيشتغل مباشرة. وهي بوقف طبعا، لما اوقف بينشئ له ملف جديد. هيو المفروض اتوقع هذا الملف، يعني ايا كان المهم حينشئ له هيو هذا الملف، هذا هو وامتداد ويف طبعا. وبالمناسبة هي الملفات هذه اللي بتظهر هان اللي انتم شايفينها، هذه هذه الملفات اللي قام بتحويلها. يعني مثلا اغنية هصيصان شو حلوين هذه اصلها ما اخدوش، راح حولها ل 48,000. فلما حولها صدرها بملف جديد، الملف هذا بكون مخزنه في داخل المجلدات هذه. هي هنا هذه الملفات اللي حولها كلها. فهو العمليات التحويل اللي كانت تصير في البداية لما فتحت الملفات، لما سحبت ومسحب على السيشن وطلب مني يعمل كونفيرت، هو فعليا بعد ما عمل كونفيرت خزن الملفات هذه. وهي الجزء اللي انا سجلته تو ريكوردد، انشأ مجلد جديد وسماه سيشن 1 ريكوردد، الاشياء اللي انا بسجلها. فانا اذا ممكن اقوم بعملية التسجيل مباشرة على داخل السيشن وبخزن لي في ملف. هدول الان لتوضيح الفرق بين هدول، الام هذه ميوت، هذا علشان اثناء ما انا شغال التراك هذا ما بديش اسمع صوته علشان اسمع اصوات التراكس التانيين، يعني التراك هذا او التراك هذا مثلا. هاي المقطع الصوتي هذا بدي اسحبه هون، ففي اللحظه هذه تمام. هاي انا صوتي طالع تقريبا بس مش مبين بعيد، وفي مقطع صوت تاني تمام. هاي صوت بس منخفض كتير، يعني ممكن احنا نحتاج نرفع مستوى الصوت. ايوه ممكن يصير واحد هيك بطلع الصوت. الان هلقيت المقطعين هدول بدي اسمعهم مع بعض بدون ما هذا ياثر علي وانا هلقيت قاعد بشتغل، فبعمل ميوت. بس هذا ما بتاثر على الاوتبوت، على المخرج النهائي لما اعمل عمليه اكسبورت. هنا اذا بدي اثر بطلع بطلع، انما اذا بدي اشي يكتم التراك هذه كلها، لانه هذه التراك ممكن يكون فيها مقاطع كتير. يعني ممكن مثلا اسحب نسخة وهي فيها عدة مقاطع، يكون هذه هي مقطعين مثلا. فانا بدي هدول كلهم ما يطلعوش في التسجيل النهائي، يعني لما اعمل اكسبورت لملف صوت باجي لهذه بعملها سالب 100 مثلا، هيك بكتم التراك كلها، مش محتاج اعمل ميوت تمام، مش حسمعها. يعني هذه شايفين مش طالع صوت، مش حنسمع سالب 100. هلقيت السالب 100 هذه بتطلع في المخرج النهائي كمان، مش مجرد انه للعرض اثناء ما انا بشتغله بس. فهيك كتموا في المخرج كمان، يعني لما نعمل اكسبورت مش حنسمعه. صفر برجع طبعا. الاس هذا لما بدي اشتغل على هذا التراك لحاله بعمل اس، بكتم كل التراكس وبخلي بس هذا سولو لحاله وحيد. والار طبعا جربناها توه، تستخدم لعملية التسجيل.